صدقني بكره احلى وما احلى يا سعادة الشمس نصرها تطلع والبحر مهوش كنت حاسس بيه وانت بتلعب الكره دي؟ حاسس بان انتوا ناس عظيمه وبتعملوا حاجه مختلفه. انا عارف فكره ان انت تغير خط سير حواسك. يعني انت معتمد على حاجه معينه في المقام الاول فاذ فجاه تلغيها تماما وتبتدي تعتمد على حاجه تانية مختلفه تماما. خلاني اعرف ان انتوا لا انتوا محترفين بجد. انتوا ما شاء الله يعني يعني اي نعم يعني انا بوظت لكم الماتش. لا صح لا ولا مش صح؟ لا 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 لا, لا ده بوظت الماتش. انا عارف انا عارف ان انتوا تحملتوني النهارده والله كتير بس انا والله بجد انا فخور بان انا معاكم النهارده. لا انت كان تخيلك ايه بس كنت حاطط الماسك على وشك واللي جنبك انت مش حاسس اذا كان هيخبطك او لا هو جنبك يعني مفيش اصلا حاجه ما بينك وما بينه تحركاتك وهو بيصد معاك مش عارف. هتصدقني لو قلت لك مش عارف. انا كان هو بص هي حاجه مشاعر مختلطه ومتضاربه و عارف اللي هو خايف عايز اعمل حاجات كتير وقلقان عايز ادرك الـ 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 الاحترافيه اللي انتوا فيها بس انا الموضوع صعب. هي بتبقى حاسس انت ايه رايك بقى في الكوره بشكل عام؟ في اللعبه كلها بشكل عام؟ اللعبه مختلفه. اللعبه مميزه جدا. انا عايز اقول كمان ان انا يعني عايز اكلم حتى اللي بيتابعوا البرنامج النهارده في حاجات كتير قوي في 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 حاجات داخله في بعضها في دماغي في حسابات كتير بتتغير في كلمه الحمد لله بتتقال كتير في 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 بتحس باهميه ناس موجوده في حياتك بتحس بعظمه ناس حاسس ان هم فرسان حاسس ان هم ابطال وانا وجودي في وسطكم انا عارف ان انا في وسط ابطال انا عارف ان انتوا بتعملوا حاجه عظمه يعني يمكن قبل ما نلعب الماتش كنت بتابعهم وبتابعكم يعني بتفرج كمتفرج ان انت تتفرج او تتابع حاجه ده قصه تمام وان انت تبتدي تعيش التجربه لا قصه ثانيه قصه ثانيه مختلفه تماما مختلفه بكل تفاصيلها. هو كان انت بتحس انك منعزل عن اللي حواليك لما تحط الماسك نفسه على عينك انك غزة مش عارف انك تتحرك واللي جنبك ده انت بتسمع اصوات فقط لا غير. بس تحركك في الملعب ده اللي بيفرق بقى. انك انت واحد عادي شايف بس حطيت حاجه على عينك اخفت حاسه البصر عندك خالص. فما فيش حاجه موجوده عندك غير السمع فقط لا غير واحساسك باللي جنبك بس. عجبني احساسي باللي جنبي، عارف فكره ان احنا الناس تحس ببعضها ونفسي كل الناس يعني يوصل لها اللي انا بقوله. طب اتفضل. بيبقى ايه شعورك بقى مثلا وانت بتصد الكوره او عايز شطها مثلا شطه حلوه؟ انت ممكن تتريق عليا. انا كنت حاسس ان في ديناصور جاي عليا مثلا ان في غول جاي وعارف اللي هو طب ابعد ايديا طب مش عارف ايه وبعدين في نفس الوقت انتم مش شايليني مسؤوليه ان انا بقيت واحد من الفريق العظيم بتاعكم طبعا. لا ده شرف يعني طبعا اول واخر مره انتوا لو تطولوا هتطردوني انا حبيبي. لا لا ده شرف لينا يا استاذ احمد. هي بس احنا كلنا برضه واحنا كمكفوفين في الاول برضه اول ما لعبنا كوره دايما كنا خايفين الكوره تيجي في وشنا تعورنا زي حضرتك بالظبط كده بس هي محتاجه ممارسه كتير محتاجه تركيز اكتر محتاجه تاقلم على اللعبه تبقى عندك تتاقلم مع زميلك اللي جنبك اللي على يمينك واللي على شمالك لازم يبقى في تفاهم وتواصل ما بيننا وما بين بعض. طب انتوا اتكلمتوا عن ادراككم ليا في وسطكم تمام؟ انا عايز اكلمكم عن ادراكي ليكوا وان انا شايفكم ازاي بقى يعني سواء قبل الماتش او بعد ما عشت التجربه معاكم بعد ما خلصت. يا ريت. انتوا ناس عظيمه جدا. انتوا ابطال. وانتوا الواحد ليه الفخر انه كان في وسطكم. يعني انا لو وصفت للمشاهدين النهارده في اتوبيس السعاده قد ايه انا فخور
ان انا في وسط الشباب دول المصريين الجدعان اللي بيتحدوا كل المشاكل اللي في الدنيا. هما بيضربوا المثل لينا كلنا ان الحياة ما بتقفش، بالعكس احنا بنكمل وعندنا تحديات كتيرة جدا. وهو على فكرة مش عندهم التحدي بس في موضوع الابصار او لا لا، هما اكيد انا متأكد ان انتوا عندكم تحديات كتيرة جدا، بس انتوا بتعلمونا، انتوا بتعلموا كل واحد النهاردة ان مفيش حاجة اسمها النهاية، مفيش حاجة اسمها نقطة ونقف، لا لا ده نقطة دي اسمها نقطة ومن اول السطر. وانتوا ما شاء الله انتوا مكملين الحمد لله ان شاء الله. اسمحوا لي انا اللي اشكركم واقول لكم ان انا فخور بوجودي في وسطكم النهارده، وسامحوني ان انا بوظت الماتش. لا 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 بص انا كنت شبع الناس بتضحك عليا والله العظيم، وكان في تريقه وانتوا سندتوني، ويعني من احفظك حبيبي ربنا يسعدكم يا رب. وجودك في وسطنا شرف لينا والله يا حبيبي. الله يخليكم، ده انا اللي اتشرفت. واتوبيس السعاده النهارده حاله كده وحلقه كده زي ما بيقولوا من الحلقات اللي بتتبروز. شرف لينا.